أنا مريم مرة لاجئة، لاجئة جيت من غزة، جينا على حدود رفح لا مأوى، عايشين في عريشة نتفت نيلة. لين نهار تنقط علينا ندى ومطر، نعاني ولا عندنا أكل ولا عندنا شرب ولا عندي دواء ولا عندي حفاضات. أنا بعاني من جلطة إلى 5 سنين بتحركش، وغير شي خلص الكناية بقدرش أشرب همبص ولا بقدر أشرب أكل. يعني الحرب أنا أثرت علي كثير، أنا واحدة من الناس، لأنها أثرت على مرضي. كان دكتور يجيني يدلكني، هلقيت ما فيش عندي واحد يساعد، وكان عندي سرير يساعدني أقعد عليه. عندي زلمة كبير في العمر 60 سنة هو اللي بيخدم، يعني صعب علي وعليه. الحياة في الخيمة صعبة، كل شيء الأدوية خلصت والحفاضات خلصت والأكل مش قادرين نوفره، الأدوية كمان فيش أدوية في الصيدلية بنلاقيش، باخد ملينات أنا للبراز وبتوفر لي. لا عندي أكل ولا عندي شرب ولا عندي غذاء ولا عندي تنظيف، ولا لقيش حاجة نظف عقبها، ما لقيش حاجة، نتفت ليف علي الجلد هيك ما لقيش ولا مية. إذا في وسائل تصلح البلاد ما أفضل من المصاري، واللي معي قرايبي يعني قرايبي بخدموا بيساعدوني قدر الإمكان. بتحرك أنا بالمرة بعرفش، يعني الحياة أكتر من هيك، النزوح نطلع كمان بصير أصعب وأصعب الحياة على الواحد، ما ضلش يعني قوة مع الواحد، بضلوا يعاني أكتر من هيك صعب، ما طلع نرجع دول، بس يتركونا الروعة غزة، بس طلب معينا غزة بكفينا، راضين فيها، فتحوا لنا الطريق عشان نقدر نروح، لأنه فيش أمان، ما حدش معي يسعد حاله اللي يطلع.